بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عايز اخد صورة في البرنامج الانفروكس 66، هاجي هنا من create and conduct انفروكس design presentation، اقول له انا عايز اخد صورة create snapshot، واحدد مكان الصورة واسمها ايه، تمام، واقول له انا عايز مثلا view port resolution ولا عايز set resolution، وادي له resolution اللي انا عايزه، مثلا 8600. كل ما كبر ريزوليوشن كل ما يجيب لك صورة جودة أكبر، بس ياخد وقت على ما يعمل لها رندر، تمام. طيب أنا بقى مش عايز صورة، أنا عايز أعمل فيديو. أعمل إيه؟ عايز أعمل فيديو إن أنا ماشي في قلب المشروع بتاعي، فأقول له أعمل لي ستوري بورد كريتور. الفكرة بسيطة، هاجي هنا أقول له أعمل لي أد نيو ستوري بورد، هيبقى أنا الستوري بورد رقم 5، تمام. طيب هنعملها ازاي؟ في كذا طريقة، ممكن عن طريق ان انا اخد صور، ودي طريقة سهلة جدا، ان انا مثلا هاجي اقول له مثلا انا عايز اخد صورة مثلا كده، وهاجي هنا اقول له add camera bus animation، فهيضيف لي الصورة اللي انا واقفها دلوقتي، تمام. طيب لو حركت الكاميرا كده وقلت له خد لي صورة تانية من علامة الزائد دي، قلت له ضيف لي الصورة كمان. طيب لو حركت الكاميرا كده وقلت له خد لي الصورة كمان، دلوقتي هو خد التلات صور الرئيسيين دول، تمام. وتقدر في أي واحدة فيهم تيجي هنا وتقول له أنت هتقعد كام ثانية، هيقول لك مثلا ثانيتين، قول له لأ خليهم تلاتة، يعني تقدر تتحكم في الوقت اللي أنت عايزه، وتقدر تشيل أي حاجة تلغيها ديليت، تمام. اقول له ايه اعمل لي موف دلوقتي عشان نشوف الكاميرا تبقى عامله ازاي، تمام، هتبقى بالشكل دوت. طبعا انت ممكن تدخل جوه المباني وتبدا تتمشى وكل اللي انت عايزه، تقدر تعمل فيديو سهل وبسيط، تمام. طيب انا عايز اعمل حاجه تانية، هاجي هنا ده اللي هي شو ستوري بورد لايبراري، اقول له انا عايز ستوري بورد جديده. مالها بقى الستوري بورد الجديده ديت؟ ايه الفرق؟ انا دلوقتي هعمل ايه؟ هرسم طريق، وبعد كده هقول له خلي الطريق دوت هو ال اللي فيه الشغل بتاعي، هو ده اللي هيتعمل بالكاميرا. بمعنى تعال نرسم روت، اقول له اعمل لي هاي واي، ابدا اختار اي طريق انا عايزه، تمام، وابدا اخد المسار، تمام، بالشكل دوت. عايز اشوف اللي هو راكب السيارة هيبقى شايف ايه في المسار الغريب دوت. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي هنا الاقي امبورت كاميرا باص، ده لو انت عندك فيه باص موجود قبل كده، اقول له كرييت فروم ديزاين روت، واختار الطريق اللي انا لسه عامله، تمام، هتلاقي سجل معايا هنا، ابدا اقول له شوف لي انا لو انا ماشي في الطريق ده هبقى عامل ازاي، تمام. فتبدأ تتخيل هل في انحناءات جامدة، في مشاكل تبدأ تحلها، تمام. ده من ناحية الطرق الكويسة، بحيث تشوف إذا كان في مشكلة في الطريق بتاعك ولا لأ. وبعدين تقدر تعمل فيديو دوت توريه للزبون أو المالك بتاع المشروع.